La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ya Rabb. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد كثر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل ذات يوم فأخذ بيدي فأراني الباب الذي ستدخل منه أمتي الجنة. جبريل يأتي رسول الله ويأخذ بيده إلى الباب الذي ستدخل منه أمة الحبيب الجنة. أراه الباب الذي ستدخل منه الأمة المحمدية الجنة. فلما سمع هذا الحديث أبو بكر الصديق قال: يا ليتني كنت معكما يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، أنت أول من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. أبو بكر الصديق الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه على إيمان الأمة، أبو بكر يقول للحبيب: يا ليتني كنت معكما، معك ومع جبريل، حتى أرى هذا الباب الذي ستدخل منه الأمة. فيقول له الحبيب: يا أبا بكر، يا أبا بكر، أنت أول من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، وأنت أول من يشرب من حوضي بيدي يوم القيامة. يوم القيامة سيدي، أبو بكر أول من يشرب من يدك الشريفة،
ومن حوضك المعسول ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. الله، يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني، ما له ثاني. يا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى فتذكرني، انسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف انساك يا من لست تنساني؟ كيف انساك؟ كيف انساك يا من لست تنساني؟ يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لباني، انسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف انساك يا من لست تنساني؟ يا من لست تنساني يا الله، يا رافع السماء، انسى فتذكرني، انسى فتذكرني، فتذكرني في كل نائبة، فكيف انساك؟ كيف انساك يا من لست تنساني؟ يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ فمن يجود على العاصين بالكرم؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود، يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود، سيرتك خير سيرة، وعترتك خير عترة، وشجرتك خير شجرة نبتت في الحرم وبسقت في كرم. يا نور قلبي يا رسول الله، البدر دونك، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وانت احييت اجيالا من العدم. انت يا سيدي يا رسول الله.
نور قلبي، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني، يا محمد، يا محمد، البدر دونك، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، وكفلها زكرياء. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى أين ومع من ولماذا؟ إلى أين ومع من ولماذا؟ مع الدرس 57 و200، الى اين؟ الى مدينة القدس وبيت لحم. ومع من؟ مع الصديقة مريم. ولماذا؟ لنتحدث عن مولد السيد المسيح. انها مريم البتول العفيفة الطاهرة، لما حملت بابنها عيسى ووضعته، رآها ابن عمها يوسف النجار، فلما رأى طفلها على كتفها تحمله قال لها بلسان الأدب الرفيع: يا مريم إن في النفس شيئا. الرجل يريد أن يقول كلاما بتلميح ما يغني عن التصريح، ويريد ان يتحدث بالاشارة وفيها ما يغني عن العبارة: يا مريم ان في النفس شيئا. قالت: وما هو يا يوسف؟ قال لها: اينبت زرع بغير ماء؟ الله الله، أينبت زرع بغير ماء يا مريم؟ قالت له مريم: يا يوسف، من الذي خلق الماء؟
قال لها الله. قالت له ومن الذي خلق الزرع يا يوسف؟ قال لها الله. قالت له يا يوسف ان الذي خلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. معشر السادة، انقسم الناس في سيدنا عيسى الى اربعة اقسام. اما المذاهب المادية الالحادية كالشيوعية الحمراء فقد انكرت وجحدت شيئا اسمه المسيح، وقالوا لا شيء في هذا الوجود يسمى بالمسيح. ولذلك لما قامت الثورة البلشفية الحمراء في اكتوبر عام 1917 قضت على القيصرية المسيحية وقضت على كل من يقول اسم المسيح، لان المادية الشيوعية انكرت كل شيء حتى وجود الله خالق الخلق. ولذلك اول كلمة قالها سيدنا محمد لا اله الا الله، واول كلمة قالها ماركس ولينين وستالين، وكتب ذلك في قاموس الشيوعية ودستورها. اول كلمة قالوها لا اله، والحياة مادة. لا اله والحياة مادة. والقرآن الكريم قد فند هذه المذاهب وتلك الطرهات عندما رد على جميع هذه المذاهب بكلمات نورانية يقول فيها الحق جل جلاله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ان رجلا جاء الى الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت وقال له: يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام: سبحان ربي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. قال السائل: هل سمعت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل احسست بربك؟ قال الامام: سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال السائل: فإذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا أحسسته، فمن أين تثبت أن ربك موجود يا أبا حنيف؟ فنظر الإمام إلى السائل وقال له: يا هذا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل سمعت عقلك؟ قال: لا. قال: هل لمست عقلك؟ قال: لا. قال: هل احسست بعقلك؟ قال: لا. قال له الامام:
آمن به المؤمن ولم ير ذاته وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. يقول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت: بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا. انا افكر، اذا انا موجود، كل موجود لا بد له من موجد، من الذي اوجدني؟ لا يجوز ان يكون الذي اوجدني اقل مني، لان الادنى لا يقوى على خلق الاعلى. ولا يجوز ان يكون الذي اوجدني مساويا لي، لانه لو كان مساويا لي فلماذا لم اوجده انا ونحن متساويان؟ اذا لابد ان يكون الذي اوجدني اعلى مني، وليس هناك اعلى مني الا الله رب العالمين. فالشيوعية الحمراء جحدت المسيح ابن مريم، اما اليهودية الحاقدة الحاسدة فانهم رموا مريم بالزنا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فاتت به قومها تحمله، قومها هم بنو اسرائيل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، اي غريبا وعجيبا. يا اخت هارون، انها اخوة شبه وليست اخوة نسب، لان بين هارون اخي موسى وبين السيد المسيح ما يزيد على 1000 عام. فالاخوة هنا اخوة شبه في الصلاح والتقوى، وليست اخوة نسب ولا دم. ما كان ابوك امرأة سوء، ما كان ابوك رجلا سيئا، وما كانت امك امرأة بغيا زانية، فمن اين اتيت بهذا المولود؟ وكان المسيح عندما ولد ورأى امه تبكي لانها علمت ماذا سيقول لها بنو اسرائيل، بكت. نادى عليها المسيح ولما يمضي على مولده دقائق، واستغفر الله، بل ثوان، ناداها من تحتها، ناداها من تحتها: ألا تحزن، لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا، جدول ماء يترقرق كأنه الفضة المذابة، فإذا ما انعكست عليه أشعة الشمس حولت الفضة إلى ذهب عجد. لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولكن يا عيسى، كيف تأمرها ان تقوم بهز النخلة وانت تعلم انها بعد ساعة المخاض قد تفككت اوصالها وتعبت عظامها؟ انه يأمرها ان تقوم فتهز ليعلن العالم ان الرزق لا ينزل ونحن قاعدون في بيوتنا، انما لابد من السعي والعمل.
كلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. ولكن يا سيدنا المسيح، هل الاكل من الرطب والشرب من الماء وقرة العين تستقيم اذا كان القلب حزينا مكسورا؟ هل الاكل والشرب يزيل عن الحزين حزنا؟ هل الاكل والشرب يرفع عن البائس بؤسا؟ ان القلب اذا جرح فالاكل والشرب لا مكان له. ان الجرح اذا كان في داخل النفس نظرت النفس الى الطعام والشراب كأنه السموم الناقعات، فماذا يفعل ماؤك؟ وماذا تفعل رطبك؟ وماذا تفعل انت يا مسيح اذا كان الحزن في سويداء القلب؟ قال لها: فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اذا كنت تخافين من كلام قومك فلا تتكلمي انت، واشيري الي بالكلام، فاذا اشرت الي فسوف اكون مرافعا عنك في محكمة العدل الالهية الكبرى. اشيري الي. فاشارت الي وفتحت الجلسة. وقفت مريم وابنها في ساحة المحكمة. كيف نكلم من كان في المهد صبيا واذا بسيدنا عيسى يخرج البطاقة العائلية فاذا بها مكتوب في خانة الاسم: اني عبد الله. اول كلمة لم يقل انا الله، ولم يقل انا ابن الله، ولم يقل انني عضو في شركة مساهمة ثلاثية، انما قال اول ما قال: اني عبد الله. المؤهلات العلمية: اتاني الكتاب، الوظيفة وجعلني نبيا، المنح الالهية وجعلني مباركا اينما كنت، التكاليف الشرعية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الصفات الخلقية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الجوائز الربانية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. قالت اليهود: الذين اصبحوا اليوم احبابا مع النصارى ضد الاسلام. قالت اليهود: ان المسيح ابن زنا. وجاء القرآن وجاء محمد فقال: يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. اليهود الان اصبحوا مع النصارى احبابا، واليهود هم الذين سبوا مريم بالزنا
وسب ابنها المسيح بالزنا، اصبح اليهود الان احبابا للبيت الابيض ضد المسلمين. جاء القرآن فطهر ساحة مريم وقال لها ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وجاء نبي الاسلام محمد، جاء نبي الاسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، لم يكمل من نساء العالمين الا اربع: آسية زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. اليهود والصليبيون اصبحوا في هذه الايام سمنا على عسل، فامريكا عندما تمد مصر بخمسين طائرة من طراز F5 وهي طائرة لا تقدم الا للعالم الثالث، طائرة متخلفة لا تقوى على التحليق في الجو اكثر من نصف ساعة، تمد اليهود ب15 طائرة من طراز F15 و75 طائرة من طراز F16 التي تقوى على التحليق في جو السماء ساعتين كاملتين. 90 طائرة لليهود و50 لمصر بحجة ألا يختل ميزان القوى، وأما العرب وملوك البطرون فإنهم يقدمون البترول بسخاء إلى أمريكا وأوروبا ليصنعوا منه سلاحا يسلمونه إلى أيدي اليهود. البترول عصب الحياة وغذاء الصناعات والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية، تجري ينابيعه في بطون الارض الى هناك، الى اليهود، الى مغتصبي المسجد الاقصى، الى قتلة الانبياء، الى الذين سبوا مريم وابنها بالزنا. نقدم لهم بترولنا قبل ان نخلص مسجد رسول الله، قبل ان نخلص. الشيوعيون جحدوا المسيح، اليهود رموا امه بالزنا، النصارى قالوا انه ابن الله، وجاء الاسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فماذا قال الاسلام؟ قال الاسلام: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، وامه صديقة، صديقة عظيمة الصدق. وحل المشكلة كلها بكلمتين اثنتين: كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام.
وما داما يأكلان الطعام فإنهما يشربان الماء، وما داما يأكلان ويشربان فإن الطعام يكون الخلايا الحية، والخلايا تكون الأنسجة، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأجهزة، فما دامت هناك دماء وخلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة فإنه لا بد أن تكون هناك فضلات تدفع في دورات المياه، وما دام هناك طعام وشراب فلا بد أن يكون هناك نوم ومرض. والإله لا ينام ولا يصاب بالمرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغلبه سنة، والسنة هي مقدمات النوم، ولا يغلبه النوم نفسه، وهذا اسلوب يسمى اسلوب الترقي، لا تغلبه سنة ولا يغلبه النوم نفسه. قال موسى يا رب كيف لا تنام، فقال له الله يا موسى أرأيت لو كان بيدك قدح فيه ماء وأخذتك سنة من النوم ما يكون شأن القدح؟ قال يخر من يدي على الأرض يا ربي. قال له الله وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لخرت السماوات العلى على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كانا يأكلان الطعام، فما دام هناك طعام لا بد أن تكون هناك فضلات، لا بد أن يكون هناك إخراج، لا بد أن يكون هناك مرض، لا بد أن يكون هناك نوم. وماذا بعد المرض والنوم إلا الموت، والله حي لا يموت. من هنا وقف سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليعلن للبشرية أجمع هذا الحكم. اسمعوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قيل له يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. توحيد توحيد. ولذلك تعجب عندما تقرأ سورة مريم، تعجب كل العجب. صارت رؤوس الآية على وتيرة واحدة من أولها، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تجد رؤوس الآية كلها في هذه المقطوعة تنتهي بالياء المشددة، انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فتمثل لها بشرا سويا،
إن كنت تقيا ولم أك بغيا وكان أمرا مقضيا. قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا. كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا ولم يجعلني جبارا شقيا. يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وبعد ذلك يتغير الموقف فتقول الآية: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انظر الى رؤوس الآية: يمطرون فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بعدهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون. وبعد ذلك يعود الكلام كما كان. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. فلماذا قال تعالى قول الحق الذي فيه يمطرون؟ انما سبق من الايات كان حيثيات للحكم. وعندما ينطق القاضي بالحكم لابد ان يكون هناك لفت نظر للسامع. فبعدما قدم القرآن حيثيات الحكم نطق اصدق القائلين قائلا: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. فهذا هو الحكم وتلك حيثياته. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه. معشر السادة الاعزاء، المسيح عبد الله ورسوله وامه صديقة. وقد نص الاسلام على مولد عيسى لان مولده معجزة كخلق ادم. اعود بكم من بيت لحم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وترضاه
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، ماذا جرى؟ ماذا جرى في دنيا المسلمين؟ لقد اجترأت الذئاب على الأسود، وديس عرين الأسد عندما فرطنا في حقوق ربنا. إن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن ينصح الأمة وجه لها 6 نداءات في صورة الأنفال. لو عملت الأمة بهذه النداءات 6، نداءات 6 وجهها من لا يغفل ولا ينام الى أمة الإسلام في صورة الأنفال، وقبل أن ينادي على الأمة قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة. وبدأت الإذاعة العليا توجه هذه البيانات. البيان الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومتى هزم جيش مصر؟ والله ما هزم جيش مصر الا في 1956 و1967. ومتى جرأ الاعداء على ان يهزموا جيش مصر؟ جيش مصر الذي قاد اصعب المواقع 583 من الهجرة، وقف جيش مصر وحده ليس معه الا الله، بقيادة صلاح الدين الايوبي 583 من الهجرة، وفي شهر رجب امام 6 جيوش من اوروبا، امام جيش انجلترا وفرنسا والمانيا والمجر وايطاليا وبلجيكا. وقف جيش مصر بقيادة صلاح الدين، وقف ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح، وفي اليوم 27 من رجب كان صلاح الدين يخطب على منبر المسجد الاقصى بعد ان ظل مع الصليبيين 91 سنة. 91 سنة قضاها المسجد الاقصى تحت ضربات الصليبيين، تحت ضربات الصليبيين. ودخل صلاح الدين المسجد الاقصى في اليوم 27 من رجب غداة اسراء الرسول ومعراجه، وحمد الله وسجد لله سجود شكر
متى هزم جيش مصر؟ ومتى تجرأت الذئاب على ان يرفعوا رؤوسهم في وجه مصر؟ في سنة 656 من الهجرة اخذ التتار يزحفون من مرتفعات منغوليا في الشرق الاقصى الى ان اسقطوا الخلافة البغدادية، خلافة العباسيين في بغداد، ودخلوا سوريا واستسلمت سوريا كلها. دمشق قاومت واستسلمت، حماه، حمص، حلب، اللاذقية، وظل هولاكو يزحف بجيشه الى حدود مصر وفلسطين، وارسل الى حاكم مصر انذارا شديد اللهجة. قال هولاكو في الانذار: يا حاكم مصر، اذا وصلتك رسالتي فسلم، فلو كنت معلقا بالسماء لصعدنا اليك او لانزلناك الينا. سيوفنا بواتر وخيولنا كواسر. ولما وقع الانذار في يدي حاكم مصر المظفر سيف الله قطز، امسك بالانذار ومزقه وقام فصلى لله ركعتين، وأذاعت الإذاعة البيان التالي، والذي قرأ البيان سلطان العلماء العز بن عبد السلام، عالم من علماء المسلمين الكبار، عالم عارف بالله. أتدرون ماذا كان البيان؟ هل كان البيان كما تعودنا التهريج؟ سنرميها في البحر الابيض، اذا لم يعجبها البحر الابيض فلتشرب من البحر الاحمر، وما شربت امريكا لا من الابيض ولا من الاحمر، انما نحن الذين شربنا من ماء المجاري. لا، ان البيان كان كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وبعد إذاعة هذا البيان أعلنت التعبئة العامة في شعب مصر، واجتمع الشعب كله تحت السلاح، وقاده الحاكم إلى حدود فلسطين، إلى حدود فلسطين. وكان اليوم هو اليوم 25 من رمضان، وكان يوم جمعة، وقال قائد القوات المسلحة: لا نخوض المعركة حتى نصلي الجمعة وندعو الله بالنصر. فما دام الجيش معتمدا على الله، ما دام الجيش يقول يا رب، فلا بد ان يكون هناك مدد من الله. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والملائكة موجودون وعلى اتم الاستعداد ان ينزلوا معنا في المعارك، والله حي لا يموت، وعلى اتم الاستعداد ان يصدر الاوامر الى لواء المظلات الملائكية لتخوض المعركة معنا ما دمنا نقول يا رب. وصمتت الالسنة ونفقت الاسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب
ثم مات. قتل هولاكو وانكسر جناحه وولى الجنود الادبار امام جيش مصر. وبعد سنين مضت دخل التتار دين الله واعلنوا اسلامه. الذين كانوا اعداء يحاربون اصبحوا مسلمين يعلون كلمة لا اله الا الله. واقسم بالله لو ان الجيش في سنة 56 و67 عمل بقول الله تعالى اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لو ان الجيش ثبت في سيناء واختلط بجيش اليهود لقضى على جيش اليهود. ولا يقولن قائل ان اليهود كانوا يملكون سلاحا جويا وسلاحنا قد دمر على الارض. لاننا نقول لا يستطيع الطيران ان يضرب الجيش ما دام قد اختلط بعضه ببعض. فما دمنا التحمنا مع جيش اليهود فلن يقوى الطيران على ضرب الجيوش. والله تعالى يقول لنا بالنسبة لليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولكننا انسحبنا وفي سنة 67 لو أننا حاصرناهم عند الممرات لقضينا عليهم. والله ما عرف جيش مصر الهزيمة إلا في عهودهم حتى تجرأت الذئاب. تجرأت الذئاب عندما نسينا نداءات الله. النداء الثاني: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. النداء الثالث: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. النداء الرابع: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. النداء الخامس: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. النداء السادس: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نداءات من الإذاعة العلوية لو أن المسلمين عملوا بها ما حل بنا مثل الذي حل بنا فماذا جرى؟ اعلموا أن المشكلة ليست مشكلة قبرص، إنما المشكلة أولا وقبل كل شيء مشكلة العقيدة. وقبرص هذه أعطيناها من العناية والرعاية والصداقة والولاية والوفاء ما لم نعطي أحدا من العالمين. لما اشتبك القبارصة مع المسلمين ايدنا القبارصة الكفار ضد المسلمين وضد تركيا. لما وقع ماركوس مع المسلمين في الفلبين وقتل المسلمين ايدنا ماركوس ضد المسلمين.
المشكلة ليست مشكلة قبرص، انما المشكلة مشكلة العقيدة قبل كل شيء، قبل كل شيء. والله تبارك وتعالى ينادي على الامة ويقول: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن حرف نفي ونصب واستقبال يفيد تأبيد النفي الى يوم القيامة. لو ان الآية قالت: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكان من الجائز ان يقع الرضا في المستقبل، ولكن الآية قالت: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اي حتى تصير يهوديا او نصرانيا. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المعركة ليست معركة الكوماندوز المصري مع الجيش القبرصي، المعركة معركة عقيدة. واذا رأيتم ان تعرفوا هذا فاليكم ما يلي: لما نزل رجال الصاعقة في مطار قبرص، ويرحم الله رجال الصاعقة، شباب من خيرة شباب مصر، شباب بريء قضت عليه الخيانة والغد. ولكي تعلموا ان المعركة معركة عقيدة، فان الانباء افادت بان هناك جرحى من شباب الصاعقة خر على الارض في مطار لارنكا هناك، وقد جرت قوانين الحرب ان الجريح يحمل الى المستشفى. اتدرون ماذا فعل ابناء قبرص الكفار بشباب الصاعقة عندما خر جريحا على الارض؟ قتلوه، قتلوا الجرحى. والجريح لا يقتل الا اذا كان الضارب نزلا ووغدا ولئيما وحاقدا وكافرا. فاسمعوا يا رجال قبرص، اسمعوا يا جبناء قبرص، اسمعوا ماذا قال سيدنا محمد لما انتهت معركة بدر. جاء بسهيل بن عمرو وكان يومها مشركا، واطلق النبي صراحة بعدما وقع في الاسر، فلقيه عمر بن الخطاب بعد ان اطلق صراحه متوجها الى مكة بلده، فقال له عمر: من اين والى اين يا سهيل؟ قال له: يا عمر، لقد اطلق محمد صراحي وانا في طريقي الى بلدي. فاخذه عمر بيده الى رسول الله، وقال عمر: والغضب قد فعل بوجهه ما تفعل الشمس عند احمرارها. قال له: يا رسول الله، هل اطلقت صراح هذا؟ قال له: نعم يا عمر. قال له: يا رسول الله، لا تطلق صراحه حتى اكسر له اسنانه التي في مقدم فمه. اكسر اسنانه. لماذا؟ قال: يا رسول الله، لانه كان يقوم خطيبا عليك ويشتمك ساعة وساعات، فاذا ما كسرت له اسنانه وحاول ان يشتمك بعد اليوم اندلع لسانه
لسانه من فمه فلا يقوى على الكلام. فماذا قال المصطفى؟ ماذا قال المصطفى؟ عمر يطلب من المصطفى ان يسمح له بكسر اسنان رجل مشرك، لان الرجل المشرك كان يسب رسول الله، وكان يقف خطيبا يشتمه ساعة وساعتين، وعمر لم يطلب قتله، انما طلب كسر اسنانه. اسمعوا يا جبناء قبرص ماذا قال سيدنا محمد لعمر. قال له: لا يا عمر، لا تمسسه بسوء، والله لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. ولو كنت نبيا يا جبناء قبرص، يا خونة، يا غادرون، هل تقتل الجرحى في ميادين القتال؟ انه الحقد. هل يقتل الجريح في ارض المعارك؟ لا، ولكنني اقسم بالله لو كنت بدلا من قائد الصاعقة ما انتظرت الاذن من رئيس قبرص. ان هذا الرجل اتصل بقائد الصاعقة وقال له: انتظر حتى اذن لك بالهجوم. وانتظرت الصاعقة 90 دقيقة، كان الخائن الكافر يعد فيها العدة لقتل ابناء مصر الابرار، وبعد 90 دقيقة كانت المدفعية والدبابات قد اخذت مواقعها وضربت رجالنا من الخلف ضربة الجبناء. لو كنت من قائد الصاعقة لهجمت على الطائرة واخرجت من فيها دون ان انتظر الامر الا من الله الواحد الديان. ولكن الى متى سنجامل؟ الى متى سنجامل الكفرة؟ الى متى سننتظر الاوامر من قبرص؟ الى متى المجاملة؟ الحرب لا تعرف المجاملة، الحرب نار وقتال ودماء. تنتظر الامر؟ لا، ان اسفي شديد، ان حزني شديد على الامة العربية، امة تحولت الى امة كلام لا عمل. استمعت الى اذاعة دمشق لاعرف شعورها والدماء تنزف في مطار قبرص، فحزنت لروح الشماتة في دمشق، حزنت لروح الشماتة. لا اقول من سوريا، فسوريا شعب مغلوب على امره يحكم بالحديد والنار. حزمت لروح الشماتة وقد القوا التهمة كلها على جنود مصر، وانهم هم السبب فيما حدث. وحزنت لروح الشماتة، حزنت للمواقف السلبية من الامة العربية، قوم شامتون وقوم يبيعون الكلام بيعا. الاردن تأسف لما حدث، اليمن الشمالية تعرب عن اسفها لما حدث، المغرب حزينة على قتل رجال الصاعقة، تونس تسجل بمداد الاسى والاسف. مداد قوم يطلقون النار وقوم يتكلمون بلغة المداد. معشر السادة، الامة في حاجة الى ان تجمع كلمتها مع الله. والله الذي لا اله غيره انا لا ادري لماذا هذا العداء، لماذا هذا العداء لمصر بالذات؟ ماذا جنت مصر حتى تقابل بهذا العداء؟ مصر التي حمت الاسلام ايام صلاح الدين، والتي حمت الاسلام امام التتار،
لماذا نعاديها؟ ولماذا الفلسطينيون بالذات يعادون مصر؟ اين كانت بطولة الفلسطينيين في دير ياسين يوم دخلها مناحم بيجل وذبح 250 من الرجال والاطفال والنساء؟ ولم يكتفي بيجل بهذا، بل شق بطون النساء الحوامل واخرج الحمل من بطون النساء. اين كانت البطولة يا فلسطين؟ اين كانت البطولة يوم قضى ملك الاردن على عشرات الالوف هناك في الاردن؟ واين كانت البطولة يوم هجم على تل الزعتر في لبنان وقتل الاطفال والابرياء وتحرك الجيش السوري؟ الجيش السوري الذي كنا نعده للمعارك الفاصلة، الجيش السوري الذي ضرب فرنسا على ارض سوريا، ما الذي دهاه؟ ما الذي دهاه؟ اين كانت البطولة يا فلسطين يوم تحرك جيش سوريا الى تل الزعتر وقضى على النساء في لبنان والشبان والرجال والشيوخ؟ فقولوا لنا بالله ماذا فعلت مصر؟ مصر التي جاعت، ومصر التي تعرت، ومصر التي مات من ابنائها 100,000 في رمال سيناء. يا اهل فلسطين، راجعوا حساباتكم واعلموا ان مصر ما جلت يداها حتى تلقى هذا اللعب بالنار. اللعب بالنار لا ينفع. يا اهل فلسطين، راجعوا الحساب واعلموا ان الدمار على من اعتدى وقد خاب من افترى. يا شعب العرب، استعينوا بالله، اعتصموا بالله، استمسكوا بكتاب الله. ان نار اسرائيل لن تحرق مصر وحدها، ان نار اسرائيل ستحرقنا جميعا، ستحرق ليبيا وتحرق سوريا وتحرق الجزائر وتحرق العراق وتحرق اليمن ان لم نتحد ونعتمد على الله. ان حالنا مؤسفة، ان حالنا تدعو الى الرثاء. يا امة البترول، اعلنوا قيام صندوق الجهاد وافتحوا باب التطوع لجيش المسجد الاقصى واستعينوا بالله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في كبريائك وفي عليائك، والساعة ساعة الاجابة واليوم يوم الجمعة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارحم ابناءنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اول وصية الصلاة، وبعدين الزكاة. اول وصية الصلاة.
حتى سيدنا ابراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. حتى سيدنا اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. حتى سيدنا موسى ربنا قال له واقم الصلاة لذكري. حتى سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد قال ايه؟ المروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر. مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين. ساعة الولد ما يبقى عنده سبع سنين يؤمر بالصلاة. حتى لقمان رضي الله عنه قال له يا بني اقم الصلاة. كل واحد اول ما بيوصي بايه؟ بالصلاة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا الصلاة في كلمة واحدة فقال الصلاة مفتاح الجنة. بس ما دام عرفت انها مفتاح الجنة يبقى اللي معهوش صلاة معهوش مفتاح، اللي معهوش مفتاح مالوش دعوة بالجنة. ده الصلاة كانت مع الصالحين تغني عن غرفة العمليات الجراحية. ازاي؟ انا عايزك توحد الله وتصلي على رسول الله. عروة بن الزبير رضي الله عنهما اصيب بسرطان في ساقه، فقال له الاطباء يا عروة لا بد من قطعها حتى لا يسري السرطان في بقية الجسم. قال خلاص سلمت الامر لله وجيء به ليقطعوا ساقه. فقال له الاطباء يا عروة تعاطى مخدرا حتى لا تشعر بألم القط. خد اي شيء عشان يغيبك عشان ما تشعرش لان في منشار هيشتغل في الرجل. فقال عروة وكيف اتعاطى شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله جل جلاله. يا سلام يا سلام، ما نعمل ايه؟ نعمل ايه واحنا بنقطع الساق؟ دي مسألة صعبة. ده اللي بيروح من هنا يخلع درسه بيقول له يا دكتور تقل البنج شوي، ويبقى داخل خايف يقول لي يا رب درس. يعني كانوا زمان بيخلعوا بالكماشة، دلوقتي احنا بنخاف من الهواء. هنعمل معاك ايه يا عروة؟ هتعمل ايه؟ قال لهم دعوني حتى اصلي لله ركعتين، فاذا جلست لقراءة التشهد فاقطعوا رجلي فانني عندئذ لا افكر في احد الا في الله رب العالمين. الله اللهم ألهمنا الصبر على البلاء يا رب. ما هو اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اصطفاه، فاذا رضي اجتباه. شوف الدرجات. اذا احب الله عبدا ابتلاه، ابتليه، يعني الابتلاء ده دليل على حب الله لك.